10 ديال المليون سي هشام مشات فرمشة تعين السماوي كتنقولوا حنا، يعني واحد النصب واحتيال بشي طريقة غير بالفن. معك عبك هشام لهذه القصة بالضبط باش الناس اللي كيسمعونا واللي كيشوفونا يعرفوا باللي كاينين أشكال وناس اللي عندهم واحد طاقة عندهم واحد الذكاء يقدروا ينصبوا على الناس بلا عنف بلا جريمة بلا دم بلا صداع بلا غوات، غير بالفن ممكن تمشي لك فليساتك ويمشي لك رزقك. نرجعوا لهذه القصة بالضبط هشام. السلام عليكم. أنا واحد النهار مهم عيط لي واحد الصديق ديالي كيسكن قريب لينا شوية، عيط لي قال لي غتجيب لي شي سلعة، ديت لي ديك السلعة ديالو عطيتها ليه خلصني، عطاني 1,060,000 بحكم ديالي أنا قريب شوية لداك السيكتور، ما كاينش واحد المسافة بعيدة فهمتي. المهم أنا جاي للمقر السكنة ديالنا تلاقيت بواحد الراجل اللي شوية كبير كبير والله، مهم احترام، راجل كبير كيبان شويه في وجهه بدوي فهمتي، احمر ديك لعبه، راجل كبير ثقه زعما ماشي شي واحد ديال السلام السلام. قلت لي عليكم السلام، قال لي بغيت نسولك على قهوه ديال الحوزيه. قلت له ودي انا راه هذيك طريقي، انا راه مو مغنوصل معاك حتى الشانطي، انت راه غادي تقطع اليمن، انا راه خصني نمشي نيشان باش ندخل للعماله ديالي عمل الدرس الفان. المهم وصلت معاها القند ديال الشهداء شارع السبيت، انا بقى فيا. قلت له ودي راه غادي نقطعك ابويا الشانطي وغادي نشدك طاكسي بلا ما قال لي ودي راه بغيت نمشي انا شويه على رجلي، منين انا ما بغيتش نصيفطو بحكم هذيك الطريق شويه واعره واش فهمتي، من الحوزيه لسيدي عثمان شويه كاين تما طريق خاويه كاين الطوموبيل، يعني يقدر يتعرض للسرقه يتعرض لاي حاجه. المهم قبل ما النهار شنو كان؟ جوا هذيك جوج ونص ثلاثة ديال العشية بحال هكاك. غادي أنا وياه وصلنا جيت واحد السوق تيقولوا لي شطيبة، المهم الدخلة ديال لوطوروت. أنا وياه غادي واحد الشخص آخر جاي. أنا وياه غادي بحال هكا وهذاك الراجل الكبير هو يشد في ذاك الشخص الآخر اللي كان جاي. شد فيه السلام عليكم بهذا الأسلوب بهذا السمية، قال لي سميتك ميلود. الاخر قال لي ايه باش عرفتيها هذه هذه، قال لي ودي انا راه معطيني هذا الشيء ومره في العام كنقول هذا الشيء وكندير هذا الشيء وهذه وهذه. قال لي راه عندك شي اختك واقيلا مريضه، قال لي ما خليتو فين ديتوها طبيب ديتوها السادات ديتوها، انت كتسمع راه هذيك الدريه راه انا راه واش فهمتي دواها عندي. المهم مشكلتك مع هذيك الدريه راه تحلات، واش قتو ولا ما عقلتش هذيك. المهم الاخر هذاك الشيء اللي كيقول كيقول لي اه كاين 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 بحكم اللي دار عندي انا يسلم عليا، السلام اللي غنسلم عليه قال لي هشام. قلت لي ايه مشرفين كذا، قال لي ولد مينا. قلت لي ايه مشرفين، ويبقى يضحك هذا الراجل الكبير اللي كان معك الكبير. بقى كيضحك ونقول له علاش كضحك ابويا، ويقول لي ولكن انت علاش منين قلت لك ولد مينا قلت لي اه، قلت لي راه حيت الام ديالي، قال لي لا امك ما سميتهاش مينا، حيت الام انا عندي سميه سميه اخرى، هذاك الاسم كي كنقولوا حنا العائله مستعار عند العائله عندنا حنا. يعني جاب لك الجدر ديال الجدر، يعني جبد لي الجدر ويقول لي بواحد الطريقه اخرى عاوتاني قال لي ولدي راه بغيت نهضر معاك وما ديرهاش مني، قال الصواب، قال لي هادشي اللي كدير فيه راك غادي فواحد الطريق ماشي هي هذيك. قلت له بويا راه ما نجيك من الاخر، انا عارف راسي غادي فواحد الطريق ماشي هي هذيك، قال لي ولكن راه شي حاجه اخرى كدور في دماغك هذاك الشيء هو اللي خاصك ديرو فهمتي، يعني هادشي اللي كدير فيه انت راه ما غيسلكش، خاصك دير داك الشيء اللي كيقول لك دماغك. جيت من الاخر قلت له بويا انا راه حاجه وحده اللي كيقول لي دماغي هي انني من نهار خرجت من السجن قلت راه غادي نتعاطى على هادشي ديال الحرايق، باغي نحيد من هنا نخوي البلاد. قلت له ودي راه باغي نحرق ابويا وهادي. وقال لي السيد الاخر مشى في حالته؟ لا باقي واقف. قال لي ولدي اش غنقول لك؟ قال لي راه ترى اللي درتي عليا اللي حطيتي على يدك ما غاتصدقش. قال لي راه واخا تعطيني الفلوس، قال لي جربتي تمشي تحرق بالفلوس؟ قلت له جربت نمشي ما هي مره ما هي جوج ما، قلت لي الموضوع اللي مشيت ليهم وكذا. قال لي ولدي راه شي حاجه ما كتصدق لي، قلت لي راه داك الشيء اللي كاين راه شي حاجه ما كتصدق ليا. قال لي ولدي راه عندك التابعه فهمتي، اذا بديتي كتمشي انت وياه في الهضره فهمتو بعدتو في النقاش. بديت انا وياه، قال لي ولدي راه عندك تابعه وراه واخا هما هاد الناس هادو اللي دايرين لك التابعه راه عارفين انت كدير واحد الحاجه اللي فهمتي ماشي مشروعه. كدير واحد الخدمه ماشي مشروعه، ولكن راه ديك الخدمه اللي ماشي مشروعه راه عندك عليها تابعه وعندك عليها. ويقول كان المهم بعد مني انا ولا كيهضر مع الاخر. قال لي ودي راه عندك يعني هو غير جبدك انت باش تثق فيه، انت دابا خلاك تتفكر خليته عاوتاني رجع للاخر الشخص الاخر.
كيهضر معاه هادي هادي ويقول لي ودي راه هز معاك شي فلوس وجيبك. المهم القد والقد هادي هادي داك السيد قال لي عطاهم ليه عاود رجعهم ليه الشيباني عاود رجعهم لك شويه باقي جون شويه واحد الدري فهمتي رجعهم ليه شويه ويشوف فيه انا قال لي انت راه عندك شي فلوس ما هما قلال ما هما كثار. المهم بديك الهضره ديالو قلت لي راه كاين ابويا قال لي ما تنساش ما عندك شي كيلو ديال اللحم بحال هكا قال لي باش نعشي وليداتي ما كذبش عليك انا استاذ ديالك خصك تدي الجيب جبت الفلوس كامله لقيت اللي غنجبد الفلوس هو مشى لي اللي جبدهم حيت انا راجل كبير ما يقدرش يدي لي زعما ديالي فهمتي انا بغيت نشوف الرد الفعل ديالو شدهم قال لي يا ودي واش هاد البركه مسموح حتى قريت لك عليها وهادي وهادي قلت له ودي راه ماشي مشكل عطيتها ليه شدها بقى كيقرا على هذيك القرايه ديالو عاود عطاها لي عاود عاوتاني جبد الحوار مع الشخص الاخر بقى كيتحاور هو وياه كيتحاور هو وياه شويه ويقول لي واش هذا الشيء اللي عندك قلت له راه ما نكذب عليك ما والو ابوي انا راه باقي عندي شي حوايج وشي حاجه ما بقيتيش قادر تكذب عليه وتخبي عليه ما غاديش ما عندك ما تكذب عليه مادام جبد لك هو ونقول واحد الكلمه انا راه ولاد دربنا ما كيعرفوش السميه تمي هو جبد لك الجدر يقول لي فلان غايقول لك هذاك مومينا يعني ما كاينش اللي عارف الوالده يعني مين جبد لك هذا الدوسي كله وجبد لي هذيك الخدمه ديالي وجبد لي شي حاجه واش فهمتي هذيك اللعبه ديالي انا ما نكذبش عليك تبت صافي جمدتي بلاصتك تبت صافي ما عندك ما دير ديك لعبه كيدوي معاك راجل بعقله ماشي شي واحد اللي زعما شي واحد اللي باينه عليه ديك لعبه قافز غادي تقول تقدم تتقبو زيتك معاه ولا راجل كبير ثابت شدي طاكسي مع قال لي واش عندك شي حاجه قلت له ودي راه عندي واحد البركه وهادي 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 ويدخل معايا في واحد التفاصيل قال لي ما تكذب عليا ما والو حلال حرام بحال هكا على هذيك الفلوس وقلت له اش نقول لك ابويا قلت له نجيك من الاخر ما كايناش فيهم شي حاجه حلال بحال هكا قلت له هذوك الفلوس عندي راه ما كايناش قال لي راه هذا الشيء راه حرام ومازال تابعينك عليه وعندك عليه المهم هو بغادي معايا وصلنا شدي الطاكسي نزلت قدام الدار لحيت عليه باش يطلع معايا البروميان عندنا الدار حنا البروميان خاويه لحيت عليه باش يطلع للدار ما بغاش لا وليدي سير طلع هادي انا المهم ولكن هو علاش جا معك للدار؟ جا معايا باش نعوض ليه المبلغ الاخر حتى هو يقرا عليه فهمتك دابا انايا منين بقى خليت وحده الباب انا طلعت للسطح ديريكت بدون شعور طلعت ديريكت للبيت عندي في السطح حليت الباب وحط الساك مع القوان هنايا فهمتي في البيت ماشي بهذيك الهضره ديالو هو ماشي مشيت حليت داك الساك وجبدت واحد الصره كي كندير واحده كبيره فيها واحد القنبه كنعقدها فهمتي وخاشها في الساك ديك لعبه ماشي جبدت هذيك الصره اللي فيها الفلوس زيت الساك كامل وكاك ساك ديال تشيلسي زيتو بحال وكاك معلقو في البيت ديالي هوتو عطيتو ليه فهمتي عاود عاوتاني قلت لك غير يطلع للدار باش تريح وتخدم على خاطرك قال لي لا شوفني يا شي بلاصه هنا اللي كاين خاوين بركو فيها ارتاحوا فهمتي قال لي راه ما كنرتاحش انا في ديور عباد الله بحال هكا قال لي ولدي انا وما ديرش من راه ما كنرتاحش في ديور عباد الله مشيت انا ولا واحد الجرده ونفاس مع الدريسيه ونفاس مع دارنا ريحنا كي وصلنا ريحت انا بحال ما هكا ريح هذاك صاحبه اللي بقى واقف هو برك حدايا هذاك السيد باقي معاكم السيد تاعك ما كنتيش عارفه صاحبه ديك الساعه لا حتى هو مجرد حتى هو كيهضر معاه اللي كيقولها لي حتى هو كيبقى يشوف فيا كيبقى يتناقش معايا في الحوارات انا عطيت للسيد ستاك ويقول لي ها نشوف ها ساكك انا نحطه في الارض حطه في الارض لا حليه فوقيه قال لي راه النص غيبان والنص ميبان بحال هكا بهذ الكلمه فهمتي زعما النص ديال الساك راه غيبان من التحت والنص راه غندرقو بالفوقيه حطه حدا رجلو ويبقى هو بديك التعزام عنده مره مره داك الصديق ديالو كيقول لي اخويا نكذب عليك انا راه ما فهمتش والو في هذا الشيء باني بحال هكا يقول لي هذا الراجل انا ما فهمتش فيه والو راه شو دخل لي مع العظام وباش عرف هذا الشيء بديت وجدت نوغشو مش انا راه الاخر راه معاه انا ما انت ما عارفوش معاه ديك الساعه ما عارفش راه معاه انا هي هذيك اختي عطيتو الساك وانا اللي بغى يزيد اغراء جاد عاوتاني شويه لخبطني انا هو ان السيد محل لاصاك ما حلوش حيت يدو محطوطين الفوق فهمتي لاح على لاح الفوقيه النص كيبان في الساك النص ما كيبانش المهم بقى كيقرا واحد شويه يقول لي هاك غادي تشدد اللعيبه غادي تحسب ديك اللعبه ديال 20 خطوه غتلقى اما حجره اما حديده اما ساروت قال لي المهم راه داك الشيء اللي غتلقاه راه هذاك هو باش غيتحيد لك العكس ديالك غادي اختي الخطوه الاولى الثانيه الثالثه كنحسب كنحسب واحد جوج ثلاثه وما نكذبش عليك راه كملت ديك 10 11 12 هو يبدا فهمتي
بداو نطارق شي يدخلوا لي في دماغي اوا اش اش درتي خليتي رزقك عنده لا والساق عطاه ليا راه فاش غادي نوض نبدا نحسب انه راه الساق وعطاه ليا قال لي احسب به باش قال لي ديك اللعبه ديال ما تقولش انا راه ديك اللعبه غادي ندي لك ديال يعني كيأمنك مازال لحد الان تيأمنك امانتك صيفطها معاك ما طالعش يعني ساقك ها هو راه معاك ما كاينش ديك اللعبه ديال الخطوه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه دابا انا غادي ديك اللعبه ديال كنحسب واحد اللحظه صافي وليت دير بالي انا مع الساك عارف اش فيه واش فهمتي بدون شعور اش كندير كنلقى راسي مالي راه قطعت الشارع ديال واحد الشارع كيفصل ما بيننا وبين حي الامام هذاك الشارع بشعيب بشعيب الدكالي قطعت شو قطعت شانطي شارع كيدي وكيجيب وما شفتيش قطعت شو بدون اني ندور هوك اللي ما نشوفش زعما شكون اللي جاي طوموبيله غادا ما نكذبش عليك منين باقي ما حسبتش دوك الخطاوي اللي قال لي هو كاملين يلا غنقطع الشانطي ونكذب بحال حسيت بالتلاميس عرفت راسي اش درت الدوره اللي غندور راسي ما لقيتش لا هو ولا صاحب ما لقيتش ما ندير رجعت للبلاصه فين كنت بارك واش غنقول لك اختي والله شاد عليا حطيت الساك ريحت وثيقي بيا راه مريح وحاط الساك حدايا وما قالتش نزعم نحلو حيت عارف انا راه غادي نحل الساك ما نلقى والو غيضربني الضو بلاك نخليوها هنا الله يعطيك الستر باش نرجعوا نكملوا القصه من بعد هشام هذه قصه نكملوا القصه خليناها قبيله منين حطيتي لك الساك وبقيتي كتسنى في البلاصه فين فين هذاك الشخص قال لي بدا يحسب من الجرده ونكذب عليك برك تسخرت واحد الدري قلت لي غتجيب لي من نكمي ريحت عيطت لواحد الصديقه ديالي اذا الساك كاين وانت في التليفونات وتعيط لعباد الله لا ما نكذبش عليك انا ما قدرتش لا ما بقيت ما قديش نقلب الساك عرفت راسي اش داير فهمتي انا نكذب عليك ما صافي زاد معك الزايد جات الصديقه ديالي بقات كتهضر اول كلمه قلت لها قلت لها راه شي سبابي ولا اش دارت لك هي مشاكل سمعتي ديك اللعبه ديال بحال رجعت لها هي اللومه فهمتي بحال ما كنا نقول لها قلت لها فلانه قالت لي شنو وقتها غتمشي ليها وغتقلبي داك الساك قلت لها قولي المهم انت ما تشوفوش لا ما نشوفوش وداك الشيء اللي كان هي بعدا تحلت الساق قالت لي هشام هذا راه ما فيه والو ما نكذب عليك تسطى 10 مليون مشات تقول شي 8 وشي حاجه مشاو لي عباره واحد الخواتها مبراسلي مكانه فهمتي شويه الحيلي قولي 10 وشي حاجه كاع ونكذب عليك شتا عيت بقيت كندور في راسي وليت كنجري من هنا كنمشي لهنا وليت بحال شي مسطي فهمتي سطيتي وهذه المصيبه دابا الاخرى كتقول لي الساك اش فيه؟ كنقول لها راه ما فيه والو نكرتي ما باغي نقول لها والو مرضيتيش ما غادي تقول ما رضيتيش تقول لها كنكذب عليك دابا اللي غنقول ليه مشات لي 10 غادي تجي عجب وتا زعما الطيران والتريكيل والقفوزيه وجا واحد جا جاك جاك نكذب عليك ما مرضيتيش ماشي مرضيتش ما تقبلتهاش واخا وهذيك المعلومات اللي كان عندك السيد امك مينا وسميتها الاخرى وداك الشيء الدواسه اللي عطاك داك الشيء وديتي كتفكر فيه منين جا حيت هذا الشيء هو اللي امنك في الاول هو اللي خلاني انا مشيت ثابت فهمتي بحال ستوباني دابا هشام تلاقيتي مع شي راجل كبير في الزنقه يقول لك قطعني الشانطي مازال باقي تتعاود نكذب عليك نخشي في شي حفره اللي تقرص من اللي قرصوا الحنش يخاف من الحبل هذا الشيء اللي كاين شكرا بزاف هشام.